والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون طول سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ورأيت الناس يدخلون في فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله